ازاي ان احنا نحتفل بيه بشكل حلو مع امهاتنا او والدة الزوج. لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا هنشتري هدية في اليوم ده. ما ينفعش بقى ان احنا نقول ما معناش فلوس او حصل ظرف، لا، لانه التاريخ واضح وانا بعمل حسابي ان انا اهادي امي او والدة زوجي هدية جميلة، الهدية اللي هي تحبها. من فضلكم حاولوا دايما نهتم باليوم ده وان احنا ابدا ما نعديهوش انه يوم عادي. بنروح للوالدة وبنزورها، لبس مبهج جميل، ابتسامة، مفيش شكوى، معانا هدية، معانا اولادنا، علشان نعرفهم أهمية عيد الأم ودور الأم في حياة كل شخص. كمان الأولاد يفضل جدا إن الزوج هو اللي يبدأ يبادر يساعدهم إن هم يهادوا مامتهم هدية ولو رمزية في عيد الأم، علشان يبقوا عارفين إن ده عيد مهم جدا وإن هم لازم يهتموا بأمهم ويجيبوا لها هدايا جميلة رمزية، الهدية اللي هي تحبها. كمان إحنا لو عندنا حد من جيراننا كبير في السن أو ما عندوش أولاد، ممكن جدا إن إحنا نجيب لها هدية رمزية جميلة ونروح ونعيد عليها. في كمان أولاد بيبقوا مسافرين وقت عيد الأم، بيبقوا خارج مصر وعايزين يعيدوا على مامتهم. لو قدرت إنك توصل لشخص قريب منك في مصر تثق فيه إنه يجيب لك هدية، وإنت دلوقتي تقدر، خلاص كل حاجة أصبحت سهلة جدا، ممكن نبعت فلوس عن طريق البنك للشخص ده علشان يجيب هدية لمامتك ويروح ويهديها وانت تكلمها. واصبح كمان التليفونات نقدر ان احنا نكلمها بفيديو كول او نكلمها ونضحك معاها ونهزر ونعملها لها مفاجأة حلوة قوي. طيب نجيب ايه الهدايا اللي احنا ممكن نجيبها لامهاتنا؟ كل ام ليها طابع خاص، سهل قوي ان انا اعرف مامتي بتحب ايه. ممكن يكون في حاجة ناقصاها او هي عايزة تشتري حاجة على ذوقها، او بتحب ايه لبس تقعد بيه في البيت شيك، ايه تحف، ادوات مطبخ اللي هي عايزاه احنا بنجيبه لها. اما بالنسبة لوالدة الزوج، احنا ممكن نسأل زوجنا ماما بتحب ايه اللي هي مامته يعني، او لو ليها بنات ممكن قوي ان احنا نسألهم ونقول لهم هي ماما بتحب ايه علشان اجيب لها حاجة على ذوقي. هنروح نزور بقى، ساعات بيحصل كده، نروح نزور الام ولا الحما. احنا نحاول ان احنا نتفق ان احنا نروح للام ونروح للحما في نفس اليوم. في فكرة احسن ان احنا اللي نعزم الامهات عندنا في البيت، لو احنا حاسين ان هيكون في مشكلة نروح لماما ولا لحماتي، خلاص ممكن احنا نعمل عزومة ونعزمهم عندنا في البيت. كمان حاولوا لو احنا هنروح لهم ان احنا ما نجهدهمش، ندخل بابتسامة جميلة وما نشغلهمش بقى ويعملوا لنا اكل ويخدمونا، وناخد بالنا من اولادنا كويس قوي فترة الزيارة. كل ما السن بيكبر كل ما نبقى مش قادرين على الدوشة اللي بتحصل في فترة الزيارة. وكل سنة وكل أمهاتنا طيبين، لكم منا كل الاحترام، تحياتي.